بكم أيها المشاهدون في حلقة جديدة من برنامجكم حوار المساء. حوار المساء الذي نناقش من خلاله النوازل والأوضاع في بلدنا ليبيا الحبيبة. بداية نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الباحث الأكاديمي الأستاذ الصديق حميدة. مرحبا بك في حلقة جديدة من حوار المساء. مرحبا بك وبالأخوة المشاهدين، أقول لهم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أستاذ صديق، قاعدة قعدها العلماء أن العلماء والمنظرون إن كانوا في واد وكانت الأمة بمشاكلها وهمومها في واد آخر فهو نوع من الخيانة للأمة في النصح، بارك الله فيك. فنحن لكي نتكلم عن الواقع ونعيش الواقع فلا بد أن ننظر في واقعنا المعاش. يعني بعض الناس يقول لك يعني مللنا من حديث الثورة ومللنا من حديث النوازل التي نعيشها، فما قولك بداية؟ يعني تقصد أن الكلام في الواقع المعاش، يعني علاقة العلماء فيما يحصل سواء كان سياسة أو هذه قضية فصل الله سبحانه وتعالى فيها في قول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أعلنوه. هذه عادة الناس أنهم إذا جاءهم أمر من الخوف أيا كان من الخوف، هذه نكرة. نعم. فأي نوع من أنواع الخوف سواء كان عدو أو خوف آخر، أمراض، أي شيء، أي نازل من النوازل، زلازل، براكين، أي شيء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، كذلك الأمن، نعم، أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ماذا يحصل؟ لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، إلا قليلا. نعم. ودائما القلة يا أخي، دائما القلة سبحان الله في كل شيء علامة من علامات الحق وآية وبرهان على أن هؤلاء القلة إذا ثبتوا على شيء، طبعا لابد أن يكون مستند ثبوتهم هذا شيء شرعي. نعم. نص من آية أو قرآن، من آية أو حديث. نعم. لأن كما قال الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة ليس بالقلة ولا بالكثرة، ولكن العبرة باتباع الدليل ولا تستوحش من قلة السالكين. نعم أستاذ صديق، بارك الله فيك. إذا نلج ونبدأ في محاورنا في لهذه الحلقة. نعم. بداية اليوم أنا كنت سأتكلم على مسألة القلة والكثرة، لكن ما فيش دعنا منها. دعنا منها. طيب، بداية اليوم خرجت دعوة أو بيان من البرلمان الجديد الذي اختلف في شرعيته. والراجح؟ لا أستطيع أن أرجح. لا شرعية له. لا شرعية له. لا شرعية له. نعم. شرعا ولا قانونا. قانونا نتكلم فيها للقانون. نعم. شرعا لا شرعية له. نعم. نعم. لا شرعية. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ من عدة أمور. أولا إذا الشريعة الإسلامية في بناء الدولة لم تحدد لنا الكيفية في بناء الدولة، فجعلت الأمر فيه فسحة. نعم. أي طريقة استحسنها الناس والمنظرون وعلماء السياسة ليس فيها مخالفة للكتاب والسنة نقبلها أيا كان. قبل كان الخليفة يبقى يتولى الخلافة حتى يتوفاه الله عز وجل، رضي المسلمون بذلك. نعم. فلو أن اتفق المسلمون وأمرهم شورى بينهم كما قال الله سبحانه وتعالى أننا سنختار الرئيس كل 4 سنوات. نعم. أو 5 أو سنتين أو شهر أيا كان، اتفقنا على هذا نحن المسلمون؟ اتفقنا على هذا؟ نعم. اتفقنا. خلاص، يصبح هذا التداول السلمي كل 4 سنوات لرئيس أو ملك أو أي كان، أمير المؤمنين، سمي ما شئت، الأسماء هذه لا تغير من الحقيقة شيء. فمن توسد أو وسد له الأمر بعد ذلك يعتبر شرعا أنه يجب السمع والطاعة له. البرلمان هذا تكلمنا عن الذي اتفق عليه المسلمون وإن كان أخذوه من غيرنا من قوانين الغرب ما يسمى بالديمقراطية. الديمقراطية فيها يعني فيها أخذ ورد.
لكن هذه الجزئية في كيفية تداول السلطة الإسلام لا يرفضها. فاتفق المسلمون أن الرئيس أو البرلمان أو المؤتمر أو أي كان هذا أنه يتناوب ويتغير كل فترة. اتفقنا على هذا، اتفقنا على هذا، رضينا يا شعب بهذا، وهذه الديمقراطية التي نريدها، اتفقنا على هذا، اتفقنا. لأن الديمقراطية لها معنى آخر كفر. معنى آخر كفر، وهو أن يكون الحكم للشعب وليس لله عز وجل في عدة مسائل تتعلق بالإنسان، تتعلق بالمؤمن. أتريد أن أيها الشعب أن تفتح البارات والخمارات؟ مجرد طرح هذا على الشعب يعتبر كفر، لأن الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، اختاروا هذا أم هذا. ما كان هذا من أمر المؤمنين. الشاهد من ذلك اخترنا أن يكون التداول السلمي، وهذا لا يعارض الشريعة، بل الشريعة قالت وأمرهم شورى بينهم أن يكون كل 4 سنوات. اخترناها على منظومة معينة بقانون بلوائح، هذا ما نص عليه السياسيون. فقالوا في تولية هذا البرلمان لابد أن يتولى بطريقة معينة، هو خالف هذه الطريقة بشروط معينة، بشروط معينة وكيفية معينة، خالف هذه البروتوكول. ما هو مش بروتوكول، هو بسميه الشروط المستندة عند الشروط. نعم، ما استلم شيء هو. هو لم يستلم أصلا، لم يستلم السلطة حتى نقول له سلطة، هو ما استلم شيء. فلا شرعية له. ثم هناك أمر آخر، حتى ولو الآن أهل العلم هذا اتفق عليه شرعا، أن الحكم دائما للمتغلب، الحكم دائما للمتغلب. برلمان يصدر في قرارات في آخر الأرض من ليبيا أو في البحر، كما قال أحد الأخوان الإعلاميين، قال لهم برمائيون وليس برلمانيون. الشاهد يعني يقررون ويجلسون ويصرفون الأموال الكثيرة. طيب هل يمكن لكم تنفيذ شيء، جزء ولو قرار؟ طيب ما يستطيعون. فالحكم للمتغلب شرعا، الحكم للمتغلب يسمع ويطاع لمن يستطيع أن ينفذ قراراته. والقاعدة الشرعية التي بدأت بها أن الشروط التي كان المسلمون عليها قد خالفوها، يعني أشياء كثيرة. طيب كي لا نبتعد أستاذ صديق، عندنا محاور يعني نريد. المهم أن هناك أشياء كثيرة من الناحية الشرعية يمكن إبطال بها هذا البرلمان. طيب بارك الله فيك. بداية البرلمان اليوم يصدر قرارا واضحا، أي أن مجموعة الثوار والدروع وكتائب الثوار المنضمة تحت عملية فجر ليبيا يصفها بأنها منظمة إرهابية. هذا كان وصفه، بأن أولئك الثوار الذين هم تحت رئاسة الأركان منظمة إرهابية، بينما يغض الطرف في بيانه وفي قراره على مجموعة الكرامة وعلى مجموعة القعقاع والصواعق الذين لا يعترفون أصلا بشرعية الدولة. الكرامة كما نعرف بأن حفتر ومن معه لا يعترفون لا بشرعية الدولة ولا برئاسة أركان، فكيف يكون هذا؟ بداية وصف الإرهاب بارك الله فيك، على من يسقط هذا موضوع الوصف؟ موضوع كبير جدا. يعني الآن لو أردت أن أول شيء كما قلت أنت، يعني ما هو الإرهاب؟ لأن لو عرفنا الإرهاب ما معناه، لأن أصبح شماعة يعلق عليها كل من أراد أن يستجلب الرأي العالمي ويستجلب يعني عواطف الناس، أن يصم خصمه بالإرهاب. إرهاب 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 إرهاب. طيب ما هو الإرهاب؟ أنا أتحداهم أن يعرفوا الإرهاب علنا. هم أنا أعرف أنهم يعنون بالإرهاب الإسلام في قرارة أنفسهم، الإرهاب هو الإسلام، لكن لا يستطيعوا. قبل أن ندخل في تعريف الإرهاب، من العجيب أن القرار اليوم طلعت على هذا القرار، تخش بي زنقة تطلع بي زنقة. نكمل إن شاء الله بأن هذا القرار عندما وصف الثوار وشباب فجر ليبيا المنضمين تحت رأس الأركان بالإرهابيين، قال بأنهم أهداف لمن؟ للجيش الليبي. أي جيش يقصد ذلك؟ الجيش الليبي يعني. والله تتكلم، لا نخش زنقة ثانية، نبدأ في الإرهاب.
جيش ليبيا ولا الإرهاب؟ الإرهاب، مصطلح الإرهاب على من يطلق هذا المصطلح الذي أصبحنا نسمعه في وسائل الإعلام؟ الحرب على الإرهابي، الحرب على المتطرفين، من الإرهابيون يعني؟ الإرهاب ليس له تعريف، ليس له تعريف، ولكن الذي أطلقه أولا يقصد به الإسلام، يقصد به الإسلام، ولكن تلقفته الدول العربية. نعم. وأتحرج على أن أقول الدول الإسلامية، لأن بعضه لا يريد الإسلام حقيقة، يريدها علمانية، يريدها دولة اشتراكية. نعم. لا يريد دولة إسلامية، فنقول دولة عربية. نعم. حتى نكون دقيقي في التعبير، لا أعني أن يكفر، بعض الناس يقول هذا تكفيري، لا أكفر. تلقفتها وأصبحت كل من خاصم هذه الحكومات أطلقت عليه هذا الوصف، أنت إرهابي، فسموا جماعات الإخوة المسلمين إرهابيين. نعم. وسموا الجماعات الغالية المتطرفة التكفيريين، سموهم إرهابيين، سموا القاعدة إرهابيين، سموا داعش إرهابيين، سموا أنصار الشريعة إرهاب 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 إرهاب. يعني لو تأتي إلى الخلاصة، إلى الخلاصة، لماذا لا يسمون مثلا على سبيل المثال الجماعات التي تدين القومية بالديانات الأرضية؟ نعم. مثل العلمانية والليبرالية والاشتراكية، مع ما فيهم من غلو، مع ما فيهم من إجحاف، لا يسموهم إرهاب، مع أن الغرب يسميه لا يسميهم إرهاب. مع الغرب، الغرب يسمي بعض المتطرفين سواء كان اشتراكي أو علماني أو ليبرالي، لكنه غلا في هذه الفكرة ويريد تطبيق هذه الفكرة بحذافيرها، ولا يمكن أن تتحاور معه وأن تجلس معه على يعني الدائرة المستديرة هذه وتتفاوض حتى يتنازع عن مبادئه ولو شيئا يسيرا. نعم. يسمونه اليمين المتطرف واليسار المتطرف، يسموه تطرف. نرجع إلى مسألة الإرهاب. الإرهاب من ناحية شرعية حقيقة ليس له تعريف. طيب، هل في شرعنا، هل في شرعنا أمرنا أن نتصف بالإرهاب حقيقة؟ سؤال غريبة، غريب شوي. نعم، نمرنا أمرت هذه الأمة أن تتصف بالإرهاب. سأتيك من كلام الله عز وجل الذي يؤمن بهذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. حتى عدوك أحيانا يكون ليس عدوا لله عز وجل، وإن كان من كان عدوا للمسلمين هو في حقيقة الأمر عدوا لله. ولهذا سمى الله عز وجل من حارب الناس وآذى الناس ونهب أموالهم وسرق ثرواتهم وضيق عليهم معيشتهم وأفسد في الأرض سماه محاربا لله عز وجل ولرسوله. الآية، قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله لا نتكلم إلا بقال الله قال رسول الله، والذي لا يؤمن بقال الله قال رسول الله، قال رسول الله لن آتيه بقول آخر حتى أقنعه، ما عندي إلا هذا. قال الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الإنسان لا يستطيع أن يحارب الله عز وجل. نعم. ولا يستطيع أن يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع. إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو الأبتر، هو المقطوع، هو المغلوب. إن الله لينصر رسله بالغيب، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا الذي يسعى في الأرض فسادا سماه الله عز وجل محاربا له ولرسوله. لماذا؟ لأن هؤلاء العباد هم عباد الله عز وجل، والذي يؤذي عباد الله فقد آذى الله عز وجل. نعم، الذي يؤذي عباد الله فقد آذى الله وآذى رسوله، والذي يخون الله، والذي يخون العباد فقد خان الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم. قالوا هذه في الولايات: أي إنسان وسد له أمر ثم خان المؤمنين فهو في الحقيقة خان الله والرسول. إيه نعم، والذي يؤذي المسلمين، والذي يؤذي المؤمنين هو آذى الله ورسوله، هو آذى الله ورسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ماذا؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع إلى آخر الحكم الإلهي
في جزاء من حارب الله ورسوله بمحاربة الناس، لأن هذا حتى أمثل لك كيف محاربة الناس وأذية الناس هي محاربة لله ورسوله. أمثل لك مثال بسيط جدا، لو أنت صاحب غنم، ما أريد أن أقول لك صاحب أسرة، تزوجت أنت؟ صاحب أسرة، دعنا مش متزوج، صاحب غنم عندك غنيمات. طيب جاء أحد الناس وأصبح يصطاد، هذا الكبش كبير طق، اصطاد في الغنيمة، ترضى بهذا؟ أكيد لا. هذا يكسر له رجله، وهذا يكسر له قرنه، هاي نجيبها في قرنه، هاي نجيبها في رجله، ترضاه؟ لا. أكيد لا ترضاه. العقل السليم. في غنمة؟ نعم. كيف يرضى الله عز وجل أن يتصرف مخلوق فيؤدي عباد الله عز وجل؟ سبحان الله. إيه نعم، أمر عظيم. طيب هنا بارك الله. ولهذا الله عز وجل يقول: إن الذين يؤذون أذية، هناك فرق بين الأذية والضرر. الضرر أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم، الله إيش يقول؟ قل لن يضروكم إلا أذى، ففرق بين الأذية والضرر. إن لكن الأذية أقل شيء، أحيانا يكون سب شتم. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما. أستاذ صديق بارك الله فيك، هنا تأخذنا إلى محور مهم جدا جدا. عندما تكلمت عن المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله ويحاربون المؤمنين، يعني انتشر خلال 3 سنوات بعد الثورة من قطاع الطرق ومن المجرمين ومن الذين استولوا على المطار فأفزعوا الناس وأخذوا سيارات الناس عنوة، أولئك كلهم وما يسمون أنفسهم بجيش القبائل الشريفة وغيرها. لا نجد هذا البرلمان الذي الناس أعطاهم، يعني الناس أعطت أصواتها لهذا البرلمان، لا نجد هذا البرلمان يصفهم بالإرهابيين أو بالمتطرفين وهم يفزعون الناس ويقتلون الناس، بينما يصف الثوار الذين خرجوا نصرة للحق ودودا على الحق بالإرهاب. كيف يستقيم الأمر؟ يعني يستقيم الأمر عند من لا عقل له. نعم. الذي لا عقل له ماذا تصنع له؟ نعم. فالعجيب أن حتى هو نفس البرلمان هو إرهابي، نداؤه للغرب بقصف المسلمين. نحن الآن لو تخاصمت أنا وأنت، ما أريد أن أقول الثوار وفجر ليبيا وكتائب القعقاع وغيرها، أنا وأنت أتخاصم، أتقاتل، جميع ما أملك وأنا في حال عنفوان وغضب سأستعمله حتى أقهرك. لكن رأيت كافر يهودي نصراني أراد أن يقتلك، هل أتعاون معه لقتلك؟ لو فعلتها كفرت بالله، مع أن قتالك قتالي ليك حرام، لكن لو فعلتها مع هذا اليهودي وظاهرته أو ظاهرني على قتالك لأصبح الحرام مع يعني في رتبة أعلى، الذي هو كفر. المعاصي هناك صغير وهناك كبير وهناك أكبر الكبائر. من أكبر الكبائر ومن أسباب الردة عن الإسلام أن نظاهر المشركين على المسلمين، هذه لا يعرفونها. طيب مهما تخاصمت أنا وأنت يا أخي المسلم، مهما تخاصمنا تقاتلنا، الله يفصل بيني وبينك بالحق يوم القيامة. لكن أن أظاهر كافر عليك وأستجلب، ربما يقولون طيب كيف الآن تقول أنتم هذه ردة، استجلاب الكفار ردة، ها أنتم أتيتم بالنيتو. نعم، هذا السؤال يطرح في الشارع. نعم يطرح. أنا ما أتكلم بعض المسائل مثل هذه، يقولوا لي أنتم جبتم النيتو، نقول أبدا والله ما أتينا بالنيتو، والله النيتو أتت به قطر عليها من الله ما تستحق، وأتت به لبنان. هي دعوة من جامعة الأمم، من جامعة الدول العربية يعني، وكانت هذه الدعوة إلى مجلس الأمن ثم حولها للحلف، يعني القصة المشهورة يعني. ثم إيش؟ ثم انتقلت إلى جامعة الدول العربية. لكن تدخل غربي ولا؟ نعم، الليبيين لم يطلبوا. نحن الثوار، نحن الذين قلنا لا نقبل بهذا التدخل، إن كان ولا بد، لأن قرار قررت الأمم المتحدة، إن كان ولا بد جوا، على الأرض لا. حتى أذكر أني التقيت مع بعض المشايخ الذين الآن تستورد لنا فتاويهم، مع أنهم أنا أراهم مشايخ سلطان، هم يتكلمون عن
عن أحوال البلدان، اخرجوا لا تخرجوا، الزموا بيوتكم لا تلزموا بيوتكم، وفي بلادهم في السعودية لا يتكلمون، بل فتاويهم إذا تصدر عن رأي الحاكم ورأي الملك. عندما كان في أفغانستان التسعينات، عندما كان هناك إذن من أمريكا بقتال الروس مع المسلمين في قتال الروس، خرج هؤلاء الجهاد في سبيل الله، فتحت المكاتب وأصبح التذاكر تمشي إلى هناك، خذ تذكرة خذ مال، وتجد نفسك في أفغانستان تقاتل. بعدين وصموهم بالإرهابيين، أفتوا بهذا. وعندما جاء الغزو كما سماها أحد العلماء في حرب العراق، استجلبوا الغرب الكافر، ثم بعد ذلك ذهبوا ليسألوا عن جواز ذلك. طبعا ذاك الوقت كان الحكم على صدام أنه بالكفر قبل أن يتوب، قبل أن يتوب آخر عمره. حتى قالها صدام، قال هؤلاء الحكام حكام العرب كلهم خونة، إلا حتى أنا وقد تبت. قالها هو نفسه سبحان الله، كان قد أصدروا فيه فتوى بأنه كافر، فأصبح إيش؟ استجلاب كافر لضرب كافر. يعني حتى في مسألة معمر الناتو، هو حتى لو أتينا به نحن فهو كافر لضرب كافر، لكن نحن لم نأتي به ولم نقر به. الشاهد من ذلك أفتى هذا العالم بأن هذا احتلال للبلاد العربية. قالوا لا نريد فتاوى مستوردة، وعندنا علماء وعندنا. طيب لماذا الآن أنتم تتدخلون في أمور بها لا علم لكم بها؟ فتاوى تأتينا مغلفة سلفرة، اخرجوا لا تخرجوا، يجوز لا يجوز. يا أخي والله أنا نصيحة لكل ليبي كان يريد الأمن والأمان، لا نريد هذه الفتاوى المستوردة، لا نريد لا من طوربورا ولا من مصر ولا من السعودية ولا من الإمارات ولا من غيرها. عندنا علماء، هم شككوا في علماء بلدنا، وصفوهم بأوصاف يستحي المرء عن ذكرها، يعني هذه الأوصاف، فدخل الشك في بعض قلوب المرجفين. اي والله والله مواضيع كثيرة، لكن الشاهد أن إيش؟ هم إرهابيون. نعم. وإلا لماذا يقررون بهذه السرعة التي أصبحت من يعني تدخل في منظومة الجنس، سرعة القرار؟ نعم. في استجلاب الكافر. طيب لماذا من وصل له الأمر ومن كان يعني إحنا نقول بالليبي كنا معولين عليهم يعني لإخراج البلد من ذلك النفق المظلم إلى النور، لماذا أولئك الذين وصد لهم الأمر خانوا الأمانة؟ نقولك حاجة، خلينا بالمفقوش حتى يفهم الإنسان البسيط. الحرب بيننا وبين النظام السابق، نظام لا أقول معمر أو عيالة، مع نظام لم يكتمل. هناك حرب اللي هي القتالية، هناك حرب إعلامية، هناك حرب سياسية، هناك حرب اقتصادية. هذه الحروب، هناك حتى حرب قانونية. أذكر أن بعض القانونيين قالوا، والله ذكر لي كلمة أقسم بالله تكتب بماء الذهب، قال الحرب القتالية كفانا إياها هؤلاء الثوار. نعم. الذين هم تاج رؤوسنا، والله والله تاج رؤوسنا، والله ينبغي علينا أن نحترم هؤلاء المجاهدين أشد الاحترام، لأن الله عز وجل رفع من شأنهم أناس يبذلون أرواحهم، قدموا أغلى شيء. إيه نعم، إيه وأكبادهم وكل شيء وكل ما يملكون. أنت ممكن تقدم حلقة زي هذه؟ نعم. أقولها وأنا جالس على كرسي أبين الحق وأبين الباطل حتى يحذروه، والحق حتى يقبلوه، وأنا سالم. لكن هو يدخل في جبهات قتالية وربما لا يرجع. قدم أغلى ما يملك وهي نفسه حتى يدافع عن الحق. الآن كنت والله في زيارة المستشفى معيتيقة لبعض الجرحى، أقسم بالله شيء سبحان الله، إيمانيات تجدها في نفسك عندما تلتقي بهم فقط، سبحان الله. تلتقي بهم فقط. الشاهد من ذلك كفونا هؤلاء الرجال، سماهم الله عز وجل رجال. نعم. من المؤمنين رجال، أنا مؤمن وأنت مؤمن والمصورون مؤمنون، لا نكفر أحد الحمد لله، لسنا بتكفيريين. من المؤمنين رجال، لكن الرجولة قلة يا شيخ، الرجولة قلة قلة قليلة، ليس كل من لبس التوبة والسر والراجل. نعم.
نعم صدقوا معاهد، صدقوا معاهد الله عليه. نرجو الله عز وجل أن نكون من ذلك، أن نكون صادقين، لأن هذا كلام الذي أقوله أعرف أن أناس الآن يتغيضون من كلامي عندما يسمعون هذا ويصيموني أول ما يشوفوا اللحية أرهاب يسكر ما يشوفوني معروف، ولو سمع لتجده يتغيض من يكاد يتمزق من الغيظ. الشاهد من ذلك أن هؤلاء الرجال كفونا هذه الجبهة. نحسب شبابنا هناك حتى لا يضيع مني الحديث، هناك جبهات كثيرة، الجبهة القانونية نريد رجال القانون الصادقين الوطنيين. الآن عندما لم يمنحوا الثقة لأحمد معيتيك باسم القانون وباسم مش عارف إيش، لماذا لا يتكلمون الآن؟ هي نفس الطريقة التي منعوا أحمد معيتيك من تولية رئاسة الوزراء، هي نفس الطريقة بل أشد وأنكى التي فعلها هؤلاء البرمائيين أو هؤلاء البرمائيون صلى السلامة. إيه نعم نفس الطريقة بل أشد، لماذا لا يتكلمون؟ القضاء كذلك يحتاج مليء بالأزلام، القضاء الذي نتحاكم إليه سنتحاكم إلى أناس هم من منظومة النظام السابق. هناك جبهة أخرى إعلامية، الجبهة الإعلامية هذه أظن ما تحتاج إلى كلام، تحتاج والغريب إلى المجرمين إلى الآن سيف وغيرهم من المجرمين الذين استباحوا دماء الليبيين إلى الآن لم يحاكموا، بينما الثوار يحاكمون والثوار يصفون بالإرهاب والثوار يصفون بالرجعيين وعلى الكرامة وحفتر ومن لا يعترف بالدولة أن يحاربهم، كيف هذا يعني بارك الله؟ هذا مما يدل، أنا تكلمنا عن القانون، إذا كان وزير العدل كان محامي لعيش، محامي بتعيش وهو الذي منع تجريم تعظيم القدافي عندما اتخذ المؤتمر الوطني وكذا على أساس أنه سيجرم من يعظم القدافي والله ومعمر وليبيا باسم مقولة شركية، أي كلام من هذا الشيء الآن وجدوا ما زال من يعظم صوره وما زال من يعظم الخرق التي كانت ترفع في زمنه، عرفت هذه جريمة المفروض الشباب وجدوا معسكرات مجرمية الكتاب الأخضر الكتاب الأخضر هذا الذي دافع عن هؤلاء الذين ما زالوا يعظمون ولهم قناة تسمى قناة الخضر يطلع فيها ذلك الرجل الكذاب. أذكر اليومين الماضيين يظهر في فيديو للعلم فقط، نعم. يظهر في فيديو أن توار فجر ليبيا يعذبون في النساء. هذا الفيديو هي بعض الناس اللي يستعملون الرقية الشرعية يستعملون في العلاج أنواع أخرى مع القراءة، بعضهم الضرب وبعضهم بالصعق الكهربائي يستعمل فيه، فلو تسمع الفيديو تسمع قراءة للقرآن، قال هؤلاء توار مصرات أو توار فجر ليبيا يعذبون في النساء، انظروا يا أيها الليبيين إيه؟ هذا هذه الجبهة الإعلامية نفسها عرضت مجموعة من القتلى الذين قتلوا في هذه الحرب وسمتهم بشهداء الكرامة وشهداء المطار، إذن يعترفون في قناتهم قناة الخضراء أن مقاتلي النظام السابق يقاتلون الآن مع مسمى القعقاع والصواعق والكرامة باعترافاتهم يعني في قنواتهم. هو البعض ربما يكون منبس عليه، نحن الآن من خلال هذا المنبر نريد أن نبين من الحكم على الواقع من الناحية الشرعية، نعم. حتى يفهم المواطن البسيط، يفهم أن هذا تلبيس. هناك أحيانا أنت الآن الليبيين أصناف ممكن نصنفهم ثلاثة. طيب أستاذ صديق دعني ما دام دخلنا لهذا دعني أقوله. طيب 17 فبراير لا يمكن أن يخدع. الآن متى تكلمني على البرلمان، أعرف البرلمان أنهم أزلام، أعرف لا أحتاج إلى هم العدو، هم العدو، هم الذين كنا هذه منظومة القدافي توصلت إلى حكمنا بدل من القتال هذا إلا أنها بطريقة أخرى بطريقة سياسية صراع سياسي تمكنوا فوصلوا البرلمان وأرادوا أن يقضوا على 17 فبراير باستجلاب الغرب بدعم هذه الكتائب ووصمنا بأننا في آخر كما استفتحنا هذه الحلقة بأننا إرهابيون حتى يقف معهم العالم إنسه وجنه لمحاربة ثوار فجر ليبيا. هذا كله شيء، هذا هو نفس المنظومة الأولى. تغير الحرب يا أخي، زمان كانت الحرب بالسيوف، الله أكبر سيوف، تغيرت تطور شوية أصبح حتى السيوف أزيحت أصبح يعني من بعيد قذائف وقنابل وصواريخ
حتى الصواريخ والقذائف الان ما يحتاج بعضهم من بلاد امريكا للتماوك يجيبوا لك في زي ما قال عبد الله ناكر في الصينيه. ها احنا ما شاء الله شاهد ان شنو تغيرت الحرب حتى القتاليه تغيرت. هناك انواع من الحروب، في حرب اقتصاديه، حرب ثقافيه، حرب اعلاميه، حروب. طيب الحرب السياسيه هذه لم نفلح فيها، جبهة أخرى نحتاج للإخوة السياسيين الوطنيين حقيقة أن يصدعوا بالحق وأن يتكلموا وأن يجاهدوا في الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين. طبعا المشركين بيقولوا الآن حكمت علينا بأننا مشركين، لا، هذا وصف لطائفة يجب جهادها لا خلاف فيها، وهناك طوائف أخرى تقاتل وتجاهد كالبغاة المنافقين. النبي صلى الله عليه يقول ايش؟ يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. عرفت؟ ففي جهاد لغير الكافرين والمشركين، في المنافقين، منهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام، لهم علامات. نعم لهم علامات كثيرة ذكر الله عز وجل. دعنا بس نتكلم معشي فاصل أن نفاصل ونعود بعون الله جل وعلا لكي نكمل الرد على هذه الشبهات التي تثار يعني في الإعلام، والمواطن البسيط لا يستطيع أن يميز يعني بين الحق والباطل. بارك الله فيك أيها المشاهدون، بارك الله فيكم. فاصل قصير ونواصل، فابقوا معنا. خبرت من الدنيا أمورا شديدة تطير لها الأحلام من شدة الرهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا بكم أيها المشاهدون، عدنا والعود أحمد. شيخ صديق، تكلمنا قبل الفاصل عن الإرهابي وعن مسمى الإرهابي ومصطلح الإرهاب، وعرجنا على هذا المصطلح وهذه الشبهة. أيضا من الأشياء التي تثار الآن في إعلام أبي لمعة الفشار كما يسمونه، أو إعلام الفتنة، الإعلام المضلل، يقول بأن فجر ليبيا وثوار فجر ليبيا تضم جماعات مختلفة، وهذه الجماعات متطرفة إلى آخره من هذه المسميات، بينما الكرامة والقعقاع والصباعق فهم أناس وطنيون، أناس حريص. صحيح بينما يقولون بيننا من يقطع الطريق وبيننا من يسرق، لكن أفراد، والعلمانيون أيضا أفراد والليبراليون أفراد، لكن أنتم تضمون بينكم أنصار الشريعة وتضمون كذا وكذا وكذا، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ حقيقة كما قلت لك، الجبهات كثيرة، الجبهات كثيرة، وهذه الجبهات والله تحتاج إلى رجال، وينطبق فيهم قول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال، تحتاج إلى رجال، إلى رجال صادقين في حبهم للوطن وفي دعمهم لأن تنهض هذه البلاد من هذه الفوضى. نعم. رجال لا يخافون في الله لومة لائم. ذكرت لك قبل الفاصل أن هذه الجبهات، الجبهة القتالية، الجبهة الإعلامية، والحديث ما أكملناه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا أو قاتلوا المشركين بأنفسكم، بأموالكم وأنفسكم، وبألسنتكم وبأموالكم. فهناك جدال، جهاد، وهو يعتبر نوع من التقاتل باللسان. نعم. وبين الحق وأصدع بالحق، بل تصور أن الله عز وجل سمى فتح من الفتوحات التي فتح الله بها على نبيه فتحا مبينا، كان هذا الفتح جهاد اللسان، غزوة الحديبية. نعم. أو عمرة الحديبية لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة وصده المشركون، رؤيا رآها، حديث طويل، الشاهد أنه إيش؟ أنه مع أنه وقع مع قريش على أن يرجع ولا يعتمر هذا العام، لا يعتمر، بل وقع على أمور عمر رضي الله عنه رأى أن فيها نوع من التنازل. نحن الآن حتى في هذه الفترة، فترة 3 سنوات، تنازلنا معهم، خصومنا الذين كنا نقاتلهم، هؤلاء الذين تقلدوا حتى وزارات وتفلتوا من العزل السياسي وما أرادوا العزل السياسي، كوزير العدل ووزير الظلم وغيره، من زيدان، اثني الآن ابنه قتل في ساحات الوغى يقاتل في فجر ليبيا، ويقول أنا أقف
على الحياد، لست من هؤلاء ولا من هؤلاء، أنت مع الكرامة، وإلا لماذا هربت هناك؟ الحكومة والبرلمان كرامة، ويلتقي الحكومة والبرلمان ضد فجر ليبيا، ضد التوار. نعم، مجموعة لو بقينا قليلا لشنقتنا هذه الحكومة على الأعمدة كما كان يشنق القذافي الليبيين في رمضان. نعم. الشاهد من ذلك وقع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يرجع، بل لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال من الرحمن ومن الرحيم، لا أنا لا نؤمن بهذا، اكتب باسمك اللهم. كتب، تنازل عن هذا، كتب هذا مع هذا عليه محمد رسول الله، قالوا رسول الله إذا كنت رسول الله لماذا نقاتلك؟ نعم. اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله، تنازل عن وصف الرسالة، كتب. المهم عمر رأى أن في هذا دنيا، فجاء فناقش النبي صلى الله عليه وسلم، حاول أن يقنع أبو بكر حتى يقنع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك كله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا رسول الله ولست أعصي الله وإنه ناصري. نعم. تصور بهل المعاهدة هذه التي فيها نوع من التنازل، أمن الناس وتناقش الناس وخرج الدعاة فنشروا الإسلام، فدخلوا في الإسلام في الفترة هذه، تعاقدوا 10 سنوات لا قتال بينهم، دخل في دين الله أفواجا أناس لم يدخلوا بالسيف والسنان. نعم. فقال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي واضحا. الشاهد من ذلك اللسان عليه جهاد، لله عبادة في لسانك بالذكر وبغيرها، ومنها الأمر معروف أنها المنكر والجهاد بهذا اللسان، جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم. نعم. هذا من يقوم به؟ يقوم به العلماء في بيان الحق، ويقوم به أمثالكم الإعلاميون يقومون بهذا وبتبيين الحق. أنا مثلا من الأمور التي ذكرتها للإخوة المصورين ونصحتهم أن يفعلون ذلك، والتقرير سيقنع الناس أن ثوار فجر ليبيا ليسوا بمجرمين، إنما قاموا من أجل الإجرام وكبح الإجرام والمجرمين. نعم. إلا إذا كنا نشك أن هؤلاء القوم الذين كنا نقاتلهم أصالحون وكانوا يعمرون المساجد ولا يقطعون الطرق ولا ينهبون الأموال ولا نحن دقيقة بس. نعم. لو قلت لهم اذهبوا إلى المعسكرات التي كانوا فيها على خط خلة الفرناش وانظروا إلى المحلات، ما زالت مقفولة والأقفال عليها، بعض المحلات مفتوحة، لا يوجد نهب، لا سرقة، لا كسر، لا شيء. الناس أسأل الناس أنفسهم هناك، وانقل صورة يعني واقعية عن محيط هؤلاء الناس وكيف تعاملهم مع الناس وكيف تعاملهم مع أملاك الناس، ثم انقل صورة بعد أن ذهبوا عنا هؤلاء عن المناطق التي كانوا حولها، كيف نهبت، كيف سرقت، كيف فجرت، كيف حرقت، شيء سبحان الله كأنهم يأجوج ومأجوج. أنقل هذا، هذه وظيفة الأعلام، يعني ينقل، لأن الناس كما قلت لك وما أكملت 17 فبراير 1 سبتمبر هناك صف من الناس لا إلى هؤلاء ولا إلى ولا إلى هؤلاء، بل بعضهم يقول أحيانا يقول والله أنا دخت، وبعض بيقول أحيانا يجلس معك يقول أنا 17 فبراير يوم 2-3 يفتح عليه فتنة أول ويفتح عليه ها الإعلام المغرض هذا، يقول لك لا أنا والله أنا تعرف 17 فبراير يعني أراها غلطة درناها، والله المفروض ليش؟ لأنه هو الصنف الذي ذكرته الآن جاءتنا منه هذا يحتاج منك عدة تساؤلات، ممكن أطرح سؤال واحد من هذه التساؤلات. يقولون نحن نؤمن بأن القعقاع والصواعق ومجموعة الكرامة والمجرمين قطاع للطرق وسارقين أكرمك الله، وفعلوا خلال 3 سنوات من الفوضى الخلاقة والمفتعلة ما كنا نعرفه ونعلمه، لكن كيف نجاهد مسلمون؟ كيف ثوار فجر ليبيا يجاهدون مسلمين يدينون بالإسلام؟ هل هناك جهاد ضد المسلمين؟ أيوة. هذه من الأسئلة التي تطرح يعني من هذا الصنف. نعم. كيف نرد على أولئك؟ هذه تحتاج حلقة كده. وهم نفسهم يعني حتى قبل تحتاج حلقة، قتلت منصري القذافي وكتائب خميس وغيرهم هم مسلمين، هذه يعني تحتاج إلى حلقة كاملة، لكن في عجالة. نعم. كل قتال أمر الله عز وجل به أو رسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر جهاد. نعم. يعتبر جهاد، لأن ما هو الجهاد؟ الجهاد مأخوذ من بذل غاية الجهد، جهاد جهد، رأوا الأسماء لها معاني. نعم. الصلاة معناها الدعاء. نعم.
الزكاة معناها من التزكية، يعني تزكي نفسك، تطهر نفسك من البخل والشح، عرفت؟ نعم. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الشح، عرفت؟ من الأخلاق الدنيئة. نعم. هذه أخلاق دنيئة. فكل اسم من هذه الأسماء الشرعية لها معنى. الجهاد مأخوذ من بذل غاية الجهد في نصرة الحق. نعم. تسميه قتال، يعني ويكون كما قلنا باللسان. نعم. وباليد وبالمال. بالمال جهاد، أنت ما يعني ما قتلت، أعطيت مالا للمجاهدين فتقووا به في سلاح، في شراء الأسلحة وفي الطعام وفي غير ذلك، فأنت تعتبر مجاهد. الله عز وجل يقول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم. قدم الجهاد بالمال على النفس، غالب الآيات روى فيها تقديم الجهاد بالمال على النفس لحكم كثيرة. نعم. الشاهد من ذلك كل قتال أمر الله عز وجل به فهو جهاد، لا يشترط أن يكون بين مسلمين، لا يشترط وكفار. لا يشترط. نعم. طبعا فقاتلوا التي تبغي، جاءت آيات النبي صلى الله عليه وسلم، الله قال إيش قبل أن نذكر حديث في المحاربين؟ نعم. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين، سماها مؤمنين، ولهذا الذي يكفر أحد المتقاتلين هو تكفير خارجي، لا يجوز. وإن كنا مؤمنين نتقاتل المؤمن يقتل أخاه المؤمن، المؤمن يزني، المؤمن يسرق، عدة أشياء يفعلها المؤمن، لكن لا يفعلها إلا في حالة إيمان ضعيف، لا يخرج عن الإيمان إلا إذا استحل دمه قال هذا حلال، أو ما صدر عن بعض. أما إذا كان يقاتل، هناك من يسب الله عز وجل بين هذه الكتائب. لا أمر آخر، لا نستطيع أن نصفه يعني. لا أمر آخر هذا. نعم. الشاهد: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذه الطائفة الثالثة. نعم. طائفة تقاتل في طائفة، تأتي طائفة ثالثة الذي كنا نرجو أن يفعله البرمائيون، أن يصلحوا بيننا، لا أن يدعموا طائفة ثم يصفون ثوار فجر ليبيا بأنهم هم الإرهابيون، لا يريدون قعقاع اطلعوا بس، هذا ما يبونه، نطلع في الساحات وننادي يا قعقاع، قولوا للقعقاع يطلع خيل، هم يقولون والله ما انا مطلع هنا هيك يبعرض فشاء، هذا ما ينفعش معاهم الكلام هذا، اطلع خيل ما ينفعش معاهم. لا يفل الحديد الا الحديد، وما ذلت هذه الأمة الا انها تركت أن تأخذ حقها بالقوة كما نزع بالقوة. والله لو أنهم أخذوا حقنا بالسياسة لا أخذنا حقنا بالسياسة. نعم. ولكن بالقوة لا نسترجعه إلا بالقوة، هكذا أمرنا الله عز وجل. هذه الأمة فرض الله عز وجل عليها القتال، قال الله سبحانه وتعالى قال: كتب علي أيها الذين آمنوا، كتب عليكم، فرض في اللوح المحفوظ، قبل خلق قبلنا أمم كثيرة لم يفرض القتال وعلى أخذ الحق كما فرض على هذه الأمة، كان في من سبق الله عز وجل يتدخل. نعم. فيأخذ حقك، يشفي قلبك الله عز وجل من عدوك. قرأنا في صلاة المغرب: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم. وما أكثر أصحاب الفيل. نعم. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. هذا تدخل من الله عز وجل، تدخل في نصر، معنا مشركين، إلا أن البيت المقدس هذا حماه الله عز وجل ويحمي الله سبحانه وتعالى حتى المظلوم ولو كان كافرا. دقيقة بس. نعم. فالشاهد أنه كان الله عز وجل يتدخل فينصر عباده، يأمر عباده بالصبر في أدية العدو، كان يأمر بالصبر، يأمر الأمم الأولى بالصبر، حتى أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالقتال بل حرم عليهم القتال، يؤذن ويعذبون ويقتلون ما أذن لهم إلا في الهجرة. نعم. أن يفر بجلده، هذا الذي أذن له، فروا مرتين إلى الحبشة. شخص الضيق. دقيقة بس. نعم. الضيع بتخششني زنقة، أرى المشاهد معاش يفهم. بارك الله. فالشاهد أن إيش بنو إسرائيل مرة طلبوا أن يشفوا صدورهم ويأخذوا حقهم بأنفسهم، قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ إيش جوابهم؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. في سبيل الله قتالك في شوف، أخرجنا من القتال في سبيل الله لرفع الظلم يعتبر في سبيل الله.
الذي يأخذ مالك وينهب حقك ويظلمك في عرضك وفي مالك وفي أهلك، يعني هذا يعتبر قتاله في سبيل الله. خلينا نرجع الكلام على نفس الكلام. نحن كإعلاميين التقينا بمجموعة من شباب فجر ليبيا، فطرحنا عليهم سؤال: لما تقاتلون؟ فكان الجواب شبه واحد، يعني خرجنا لرد الظلم، رأينا ما يحدث في المطار من تدخين للمخدرات ومن تهريب للمجرمين ولتحالفات مع أناس استباحوا دماء الليبيين ومقطع للطرقات. فكان الجواب واضح من جميع المقاتلين: لم نخرج إلا لنصرة الحق ورد الظلم. أزيدك من البيت شعرا. نعم. الذي قام بفجر ليبيا كانوا مجموعة وبعضهم دخل في الصراع السياسي، ومنهم الأستاذ صلاح بادي. نعم. كان في المعترك السياسي، وكانت ما هي إلا أيام حتى تنقلب ليبيا رأسا على عقب. والله لن تستطيع أن تدخل قوات فجر ليبيا إلى طرابلس لو تمكنوا هؤلاء من منافذ طرابلس. إذا كان ونحن معهم في معقل طرابلس، في قلب طرابلس، ما أنهيت الحرب إلا بعد 37 يوم، وللعلم هذا رقم قياسي. الشاهد، لو أنهم جلسوا في هذه المنافذ لبقت الأيام والشهور ربما هذا القتال. الشاهد من ذلك، علموا أن هؤلاء قاب قوسين أو أدنى على انقلاب، ولن نستطيع بعد ذلك أن نقيم دولة ليبيا التي نصبوا إليها. دقيقة بس، مع الأزلام. دقيقة بس، فقام بمباغتة هؤلاء لأنهم علموا أنهم يستعدون، لأنه رأى بعينه ينصبون المدافع والراجمات. بيني وبينك، اتفاقية بعد أيام مش عارف كانت إيش فعل الاتفاقية، وأنت تنصب المدافع وتتجهز لحرب، إذن هي خدعة. فصارت مباغتة. غالب دوار فجر ليبيا لم ينضموا من أول وهلة. نعم. نظروا، قالوا لن نشارك في هذه حتى تأتينا فتوى من أهل العلم. الآية التي استفتحنا بها: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقال شيخ المجاهدين الشيخ الصادق: هذا جهاد. نعم. فهبوا من كل حدب وصوا، من كل مكان. إيه، لا ننتظر المؤت شو اسمه البرمائي. البرمائي هذا ما ننتظر منه خير. نعم. الشاهد من ذلك، فهبوا هؤلاء، ما هبوا إلا وهم يعتقدون أنهم يرفعون الظلم. قالوا هؤلاء نعرفهم ظلمة و لكن هؤلاء مسلمين. نعم مسلمين. هل يجوز قتال المسلم؟ هنا نرجع، أين الآيات؟ فقاتلوا التي تبغي، هذه بعض الآيات. نعم. وهناك آية استدل بها فضيلة الشيخ المولود، الذي هذه مشكلة تانية والله ولا أردنا، وهذه من الجبهات التي فعلها محمود جبريل. أهل العلم الشيخ الصادق والشيخ الفاخري ومشايخ أهل السنة، الشيخ عمر مولود وغيرهم، لا دقيقة بس، أنشأوا هيئة علماء ليبيا. قام محمود جبريل فأنشأ رابطة علماء ليبيا على غرار هذه، ودائما يسوق لها في العاصمة وفي الدولية: رابطة علماء ليبيا، رابطة علماء ليبيا، رابطة علماء ليبيا. طيب لماذا؟ لضرب هيئة علماء ليبيا التي على رأسها هؤلاء المشايخ المجاهدين الذين وقفوا في 17 فبراير. طيب طبعا عندما فتشوا في المشايخ في ليبيا لم يجدوا من المشايخ المعتبرين. وضع ابن عمه العارف النايض الذي والسفير في الإمارات، ووضعوا هذا الشيخ الفاضل المولود، اسمه الأول نسيته، شيخ عمر مولود، عمر مولود، وقف وقفه ايه جد، وضعه تصنيفا له أنه على غرار هؤلاء المشايخ. نعم. جهل، لأنه يجهل الساحة الإسلامية، الجماعات الإسلامية والمشايخ، فوضعه كذلك في رابطة علماء ليبيا. لكن هذا الشيخ يفتي بعلم، فأفتى أن هذه الحرب حرب من نوع آخر تسمى حرب الحرابة، الحرب التي بيننا وبين المشركين أنواع، الحرب التي بين المسلمين فيما بينهم أنواع، الحرب بيننا وبين المشركين قلت لك أنواع وتترتب عليها أحكام. أذكر لك مثلا: حربنا لأهل الكتاب اليهود والنصارى على ثلاثة أشياء: الإسلام، أو دفع الجزية ويبقوا على دينهم، إن أبوا إلا القتال نقاتلهم، ثلاث أمور. نعم. المشركين من العرب، نعم، لا نقاتلهم إلا على ثنتين: الإسلام أو القتل. نعم. لما توسعت الرقعة الإسلامية خرجت عليهم طائفة أخرى
المجوس عبدة النار، لا هم مشركين ولا هم من أهل الكتاب. اختلف الصحابة، فكان أحد الصحابة قد سمع من النبي حديثا في هؤلاء، قال سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، فقاتلوهم على الثلاثة، الإسلام أو الجزية أو إن أبيتم القتال. هذا في المشركين والكفار يختلف قتال هؤلاء عن هؤلاء. القتال بين المسلمين أنواع، قتال الحرابة، قتال الطائفة الممتنعة، الطائفة الممتنعة هذه أي طائفة تمتنع عن أداء أي شعيرة من شعائر الإسلام، تأتي مثلا قبيلة أو مدينة تقول احنا والله فكرنا معاش بنزكي، معاش بنصلي، معاش بنأدن. تصور حتى الأذان اللي هو مستحاب على قول جمهور العلماء، لو أن مدينة قالت معاش نبون أدن، لأن عندنا سواح كما فعلت واحدة إعلامية في تونس، قالت ينبغي أن يمنع الأذان لأنه يؤذي السواح. صلى السلام عليه. نعم، لو أنهم فعلوا وجب على ولي الأمر أن يحرق كثير. طيب المهم، قتال أنواع. قتال هؤلاء، وقد يجتمع في الشخص الواحد وفي الطائفة عدة أنواع من الأسباب التي تبيح قتله. لو أن إنسان محصن متزوج زنى بامرأة وقتلها، هذا يقتل لسببين، لأنه محصن وقد زنى، ولأنه قتل نفس محرمة. واضح؟ ولو أنه أخذها عنوة كما فعل من قبل هؤلاء، ينزلون المرأة التي مع زوجها ويفعلون فيها الفاحشة عنوة، فيكون سبب آخر وهو الحرابة. سألت دقيقتين. طيب، فلو كان عجل شوي بس. أيه. فالآن ربما بعض الحدوث قد يتنازل عليها ولي مثلا، لو قتل النفس بالنفس، لولي الأمر لولي الدم أن يتنازل، يقول أنا أتنازل على قتله فلا نقتله، تنازل يأخذ دية ويأخذ مقابل أو يسامح يعفو، ما لم يصل هذا ولو وصل إلى الحاكم. لكن هناك حدود لا يمكن أن 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 أن, أن تسقط، فيجب فيها القتل والقتال، منها الحرابة. كانت فتوى الشيخ المولود عمر مولود بأن هؤلاء حرابة، ومن وقف معهم فهو معهم. عمر بن الخطاب قتل الربيئة وهو الذي ينظر لقطاع الطرق، هؤلاء قوم أتوا هيا نقطع عنهم الطريق، فهؤلاء قتله مع أنه لم يقاتل، مجرد أنه نظر بس. تعريجنا على كلامك فضيلة الشيخ عمر مولود حفظه الله، عندما تكلم واستدل بقول شيخ الإسلام أن المحاربين يجب قتالهم من جميع المسلمين يعني، ولا يرجعون حتى لولي الأمر، لأن هذا الأمر سوف يرجع. أي ولي أمر؟ لو كان في ولي أمر فرضا جدلا يعني، جدلا، فهو استدل بكلام ابن تيمية رحمه الله، فجاءت حرب ضروس على الشيخ وقالوا فيه أقوال يعني يستحي المرء أن يذكرها يعني، فهمت؟ نعم، على مكانته صار مثلنا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله قال ولا تكونوا من المشركين، ونهانا أن نتبع سنن أهل الكتاب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أنهانا كذلك عن، ولكن أبى الكثير من الناس إلا أن يتبع سنة أهل الكتاب، فكان في صفة من صفات هؤلاء الذين جعل منهم القردة والخنازير وهم اليهود، أنهم قوم بهت. اليوم أنت رجل كويس وبكرة رجل مش كويس، كيف الكلام هذا؟ عبد الله بن سلام. نعم. لما قال قبل أن يسلم قال له يا رسول الله لا تخبر اليهود عن الإسلام حتى تسألهم عني، فقال الرسول ما تعدون عبد الله بن سلام؟ قال هو خيرنا وابن خيرنا. فخرج عليهم عبد الله بن سلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال هو شرنا وابن شرنا. صلى الله عليه. فهكذا كان عمر المولود، كان رجل عالم ورباني، لما فتى بفتوى هو لا يفتي إلا انطلاقا من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كان الأولى بنا أن نرجع لهؤلاء العلماء. إن كنا أنا الآن ربما يكون في كلامي خطأ، لو هناك خطأ أرجع لنفس القناة وأقول ذكرت في حلقة ماضية قول وأخطأت فيه واستغفر الله توبه إليه. أستاذ صديق، فضيلة الشيخ صديق بارك الله فيك، كل بني آدم خطأ. انتهينا من الحلقة، نريد منك ختاما في أقل من دقيقة، مازال ثواني بس، نريد منك كلمة لثوار فجر ليبيا وكلمة لعامة الليبيين بارك الله فيك. والله بالنسبة لثوار فجر ليبيا أقول لهم الآية، هذه الآية العظيمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كلهم لا يخرج منهم أحد إلا وقد دخل فيها. من المؤمنين رجال، فإذا ظهرت الرجولة في مواطن فاعلم أنه دليل على الإيمان. وأن الله عز وجل قد جعل لهذه الأعمال العظيمة، التي كيف نعرف أن هذا العمل عظيم؟
بأن يجعل الله عز وجل للجنة باب خاص لهذا العمل، فجعل للصلاة التي قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، جعل لها باب، الصيام باب، أركان الإسلام باب، وجعل للجهاد باب. سينادون يوم القيامة يا توار فجر ليبيا، والله سينادون. نعم، الذين جاهدوا في الله حق جهاده من أجل رفع الظلم سينادون يوم القيامة من باب الجنة أن ادخلوا أنهال أمه. من قتل فهو شهيد نحتسبه عند الله عز وجل، ومن كلم وجرح نسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يعطيه الصحة وأن يثبته على ذلك، فسيحشر يوم القيامة وجرحه يشخب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، يعرف تعرفه الملائكة. أنت يا أيها الثائر، يا أيها الليبي، يا من رفعت رأسك بالإسلام، هلما فادخل إلى باب الجهاد. ختاما للليبيين كلمة سريعة، انتهى الوقت. الليبيين، نعم، والله لعامة الليبيين، نعم، والله أقول لعامة الليبيين، نعم. حقيقة كثير من الناس، نعم، أو خليني أخص طائفة، لأن هناك منهم 17 فبراير وهناك من هو من النظام السابق، ولو أتيته بكل آية لا يؤمن لك. فالذين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إذا تكلمت معه قال والله ما فهمت، والله ما أقول له، يكفي أن تقول اللهم انصر الحق، اللهم انصر، اللهم انصر أهل الحق، اللهم اخذل أهل الباطل، والله عليم، صحيح. الله يعرف هذا مبطل وهذا محق، بارك الله فيك. إلا إذا كان لا يعرف، هذاك شيء آخر. فإذا كان الله نؤمن أن الله يعرف المحق من المبطل وأنت لم تعرف، فقل اللهم انصر الحق، فسينصر الله ما يعلمه أنه على حق، وتكون قد نجوت. لكن أخشى أن تكون كلمة والله ما فهمت عندما يغالب بالحجة، نعم. عندما يغالب بالحجة، غالب الناس عندما تغالبه بالحجة يقول والله ما فهمت. لكن أسأل الله عز وجل، نعم، أن تكون الرسالة قد وصلت، الدعوة بأن الله ينصر الحق ويبطل الباطل أيا كان. والله لو كانوا ثوار في جليبي على باطل، نسأل الله عز وجل ألا ينصرهم، ولو كانوا على حق نسأل الله عز وجل أن ينصرهم. نحن نعلم أنهم على حق، لكن الذي لا يعلم فليقل هذه الكلمة، قل هذه الكلمة وسيبرأ عند الله عز وجل. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ صديق حميدة، الباحث في العلوم والدراسات الإسلامية والباحث الأكاديمي، جزاك الله خيرا. بارك الله فيك، على وسعة بالك معنا وضيفت عليك إن شاء الله. الله يبارك فيك. إلى هنا أيها المشاهدون نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، آملين أن نلتقي في دولة آمنة مستقرة يسودها الأمن والاستقرار والمحبة فيه جل وعلا. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برتوا من الدنيا أمورا شديدة تطير لها الأحلام.